يعني كلكم يعلم أن الأرض تدور حول الشمس، لكن في مسار بيضوي، ومعنى مسار بيضوي يعني يشبه البيضة. المسار البيضوي في قطر صغير وقطر طويل، الأرض تقطع في الثانية الواحدة 30 كيلومتر في دورتها حول الشمس. لو أنها هنا في الطرف الطويل وسارت على مسارها ووصلت إلى هنا في القطر الصغير، ما الذي يمكن أن يقع؟ نظام الجاذبية متعلق بالمسافة، ونظام الجاذبية متعلق بالكتلة، الكتلة ثابتة، لكن حينما تقل المسافة بين الأرض والشمس هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة، لأن حرارة باطن الشمس 20 مليون درجة، تتبخر فوراً. لذلك ما الذي يحصل؟ الأرض عاقلة، الأرض جماد، الأرض حينما تقترب من القطر الأصغر ترفع سرعتها، حينما ترفع سرعتها ينشأ من رفع سرعتها قوة جديدة نابذة تكافئ القوة الجديدة الجاذبة، فتبقى الأرض على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، من آيات الله الدالة على عظمته، أن الأرض تسرع إذا اقتربت من القطر الأصغر لينشأ من سرعتها الطارئة قوة نابذة طارئة تكافئ القوة الجاذبة الطارئة من قلة المسافة بينها وبين الشمس. يد من؟ صنع من؟ تصميم من؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. فإذا تبعت الأرض سيرها ووصلت إلى القطر الأطول، المسافة زادت، الجاذبية ضعفت، هناك احتمال أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس وتسير في الفضاء الكوني، وعندئذ تصبح الأرض قبراً جليدياً 270 درجة تحت الصفر، وتنتهي الحياة. يد الله العظيمة ماذا تفعل هنا؟ تخفض من سرعتها لينشأ من تخفيض السرعة الطارئة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تخرج الأرض عن مسارها، من آيات الله الدالة على عظمته. بعض العلماء يقول لو أردنا أن نرجعها إلى الشمس، لو أنها شردت وتفلتت أردنا أن نرجعها إلى الشمس، قال نحتاج إلى 1,000,000 حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار، والحبل الفولاذي الذي قطره 5 أمتار يستطيع أن يقاوم من قوى الشد 2,000,000 طن، يعني حبل فولاذي قطره 5 أمتار يحمل 2,000,000 طن. قال نحتاج إلى 1,000,000 حبل، وكل حبل يقاوم 2,000,000 طن، يعني الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي 1,000,000 ضرب 1,000,000، يعني 2 أمامة 18 صفر. كل هذه القوة
من أجل أن تحرف الأرض في مسارها 3 ميلي بالثانية لينشأ مسار مغلق. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال لو أردنا أن نعيدها إلى الشمس وزرعنا على سطحها مليون مليون حبل فولاذي، المفاجأة أن المسافة بين كل حبلين 5 أمتار فقط. نحن أمام غابة من الحبال، لا في بحار ولا في إبحار ولا في سفن ولا في طرق ولا في أبنية ولا في زراعة ولا في شيء. الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها. هذه قوى الجذب، بعمد لا ترونها. لذلك الآيتان: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والآية الثانية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هاتان آيتان في القرآن الكريم بعد اكتشاف حقائق الجاذبية وحقائق الفلك وحقائق الأرض تبين أن هاتين الآيتين من الإعجاز العلمي الذي يشير إلى عظمة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نتابع هذا الموضوع إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.